صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. تلاوتهم مميزة كأنفاس من العطر، كمثل حدائق جمعت صنوف الزهر والثمر. صدى المحراب. الأخ الكريم أبو فارس شيخ عمرو إبراهيم شاب جزاه الله خيرا، قد يعني حباه الله تعالى موهبة في جمال الصوت ونداوة الصوت، ولا أدل على ذلك من حسن انتقاله من صوت إلى آخر في أثناء الصلاة، وأحسب له إن شاء الله تعالى مستقبلا حميدا حسنا مع العناية إن شاء الله تعالى بالقرآن الكريم أكثر وأكثر. أسأل الله تعالى أن يزيده من فضله. لموقف وقع في قلبه وقعا جميلا أحب هذه السورة. سورة أقرب إلى القلب سورة الرحمن، وسورة الرحمن لها طبعا إحساس خاص باعتبار أنها السورة الأولى التي أقرأها في قراءة محفلية في الصف الأول الابتدائي في المدرسة في المملكة العربية السعودية، وكان في مجلس الأمهات. أتذكر ذلك جيدا، وتلك اللحظة التي فتح فيها الستار وقرأت فيها هذه السورة، ولا زال تفاصيل ذلك المحفل أمامي إلى الآن، أستمتع بتذكرها جدا. وإذا قرأت السورة ربما أعود بالأيام إلى الطفولة شيئا يسيرا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يختلف اثنان على مهارة الشيخ وحسن أدائه وتنقله السلس من مقام إلى آخر. أنا أقرأ أحب كل المقامات، وكل مقام له بصمته عليك وعلى المستمع، وكل مقام له رونقه، مقامات كلها جميلة، ولكن إن سألتني أنا فأنا أميل وبقوة، والقلب يميل ويهوى طبعا، أنا أميل بقوة إلى مقام البيات. البيات له أثر رائع وخاص علي أنا شخصيا، ولا شك أيضا أحب أن أعرج منه على الرست وعلى الحجاز من نفس المقام، ثم
نعود، ولكن كل المقامات جميلة ولا شك، وكلها لها مواضيعها التي تقرأ بها الآيات، ونحرص على إعمال المقام فيما يوافقه من آيات ومعاني. نموذج لمقام البيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا مثال لمقام البيات. شهر رمضان موسم تتنزل فيه الخيرات والبركات، فطوبى لمن ظفر فيه بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران. إن كان من وصية لاغتنام أوقات رمضان فهو لا شك جعل النصيب الأوفر نصيب الأسد كما يقال للقرآن الكريم. ما دمت مستيقظا من النوم فاحرص أن تكون مع القرآن. ولا شك أبواب الخير كثيرة، ولا نغلق بابا على أحد، ولكن القرآن حقيق بذلك، وهو أولى الخيرات بأن يقوم به الإنسان في رمضان. ولا شك الإنفاق والصدقة والذكر أيضا وكل الصالحات، لكن نوصي بالقرآن فهذا شهر القرآن. نزل القرآن الكريم ليحقق غايات عظمى، ولتتحقق تلكم الغايات لا بد من تدبر الآيات. الصلة بالله عز وجل هو الأمر ربما الأهم في قضية التدبر. لابد من صلة خاصة مع الله جل وعلا تعين على تدبر آياته، لأن الإلهام جانب من التدبر، والتدبر توفيق أيضا من الله عز وجل، والوقوف على لطائف وجميل الآيات توفيق من الله عز وجل. فلابد من أن تكون الصلة بالله عز وجل حاضرة حتى يكون التدبر في الصورة الأمثل، حتى يكون التدبر في الصورة الأمثل. هذا هو المفتاح الأعظم والأهم في قضية تدبر الآيات. بعد ذلك أطول القراءة وتكرار الآيات، الآية الواحدة عدة مرات تقف عليها وتعيد وتتأمل في كلمة، ثم تستمر وتعود وتتأمل في الكلمة التي تليها، تكرر الآية مرارا وتكرارا. هذا من الأساليب التي تعين على تدبر الآيات وفهم معانيها. من مفاتيح تدبر الآيات الحصول على جرعة لا بأس بها من التفسير قبل القراءة، الرجوع إلى تفاسير القرآن ومعرفة معاني الكلمات أو الغريب منها من ألفاظ القرآن، ثم العودة بعد ذلك للقراءة مرة أخرى. هذا مما يعين على تدبر الآيات أيضا، وهو مفتاح للتدبر. ثم بعد ذلك أيضا من مفاتيح تدبر القرآن الكريم الحرص على حضور الذهن أثناء القراءة، وهذا ربما يتأتى بنوع من الخلوة والابتعاد عن الجلبة والشواغل. جلسة خاصة لك بينك وبين ربك، هذا مما يعين على تدبر القرآن الكريم. وأخيرا التضرع إلى الله بأن يعلمنا من القرآن ما ينفعنا. هي نفحات نتعرض لها في شهر رمضان لنتزود بها إلى ما بعد رمضان. بعد رمضان لابد أن نرى الأثر العملي لما كان من قراءة وتلاوة وصدقة علينا وعلى سلوكنا.
مع الناس، مع الأهل، مع المجتمع. كل من كان يقرأ في رمضان، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، كل من قرأ هذه الآية وما هي على شاكلتها، لا بد أن نراه بعد رمضان من خير الدعاة بنفسه وبسلوكه وبأخلاقه، يقول إنني من المسلمين بأفعاله. بعد رمضان لا بد أن نرى السعادة والابتسام والفرحة تغمر كل المسلمين. لماذا؟ ببشرى الله عز وجل أنه قد غفر لهم، وأن الله في هذا الشهر أجاب دعاءهم. بعد رمضان إحساس جميل يباغتك بعد أن ينتهي رمضان، هو إحساس الذكريات، ذكريات تمر في آية قرأت، ذكريات تمر في صديق تعرفت عليه في المسجد، ذكريات تمر في جلسة الإفطار أمام الباب أو في البيت مع الأسرة، ذكريات جميلة بعد رمضان. هذه الذكريات تحملك وتأخذك وتستمر معك زادا من السعادة إلى رمضان المقبل. أقول هذا الكلام حتى نفهم ونعي أننا معنيون بتفاصيل سلوكنا، ومعنيون بالتفاعل مع مجتمعاتنا. لا ينتهي أثر رمضان في المسجد ولا في أيام القراءة والتلاوة والصلاة، بل يمتد إلى كل تفاصيل الحياة. بهذا تعرف أن رمضان كان له أثر حقيقي في التغيير. هذا ما يكون بعد رمضان. بعد رمضان ممارسات تتغير، مفاهيم شبابية تتبدل. بعد رمضان لابد أن يكون قد استجد عندك أمر في إحساسك بالذات الإلهية، لابد أن تكون قد بلغت منزلة من الشعور بأن الله موجود، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لابد أن تبلغ منزلة من الإحساس، الإحساس الخاص بالعلاقة بالله عز وجل الذي أمرك بالنصب والتعب في هذا الشهر والصبر على الصيام والجوع والعطش. كل هذه الممارسات العملية تورث القلب أحاسيس ومشاعر، وتورث القلب أثراً لطيفاً من الإحساس بوجود الله. هذا كله يكون بعد رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا
خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون كانت هذه آخر المحطات التي توقفنا عندها بصحبة الشيخ عمرو إبراهيم بعد أن استمتعنا بمعايشة أجمل أوقاته ولحظاته مع القرآن ولازلنا مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته صدى المحراب يا سرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر تلاوتهم مميزة كأنفاس من العطر كمثل حدائق جمعت صنوف الزهر والثمر صدى المحراب